وللحديث أكثر عن تضييق الخناق على ميليشيا حزب الله ينضم إلينا فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني عبر سكايب من زيوريخ بسويسرا. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. الخارجية الأمريكية ترحب بتصنيف لاتفيا وسلوفينيا ميليشيا حزب الله في مجملها منظمة إرهابية، كيف تقرأ قرارات هاتين الدولتين والتوقيت؟ بداية مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. لا شك في أن هذا القرار قرار مهم على المستوى الأوروبي، لأن الدولتين هما عضوتين فعالتين بأوروبا، نعم، بالاتحاد الأوروبي، وهالشيء يعني تطور كبير بعلاقة أوروبا بشكل عام بتنظيم حزب الله ومن حيث النظر له كتنظيم إرهابي. يعني بعد اسقاط بدعه الجناح العسكري والسياسي صارت الدول كلياتها ما بعم تفرق بين الجناح العسكري والسياسي. بالنسبه لهم حزب الله اصبح يعني فقط مجرد منظمه ارهابيه عابره للحدود، مثل ما قلتوا كمان بتقريركم انه كمان يعني عابر للحدود وبتاجر وعضو بكارتلات المخدرات اللي موجوده بامريكا اللاتينيه على حدود واشنطن. واشنطن من حيث المبدأ بتحارب كل منظمة إرهابية بتحاول أو منظمة إجرامية بتحاول تفوت المخدرات على أراضيها. نحن بنعرف أنه عبر سنوات أكدت واشنطن أنه حزب الله عم بيتاجر بالمخدرات يعني بأمريكا اللاتينية، وعم بيصدر لها المخدرات مثل ما كمان عم بيصدر للأسف المخدرات لبعض، عم بيحاول يصدر المخدرات بلبنان إلى بعض الدول العربية. بالنسبة لأوروبا هيدا موقف كتير مهم، لأنه من بعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا هلا في لاتفيا وسلوفانيا، وهذا الشيء بيأكد أنه عملية تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية اصبح يعني يتسارع. وانا بعتقد انه من هلا لفتره وجيزه رح تكون كل الدول الاوروبيه كمان حاطه حزب الله على لائحه الارهاب. طبعا هذا ياتي كجزء من تحشيد دولي تقوده امريكا ضد حزب الله كواحده من اذرع ايران في المنطقه. صحيح. هلا من بعد ما انطلق قطار الحصار على ايران وحزب الله، اول بلشوا هن بسيف العقوبات مثل ما مره كمان ذكرنا عبر شاشتكم الكريمه، انه سيف العقوبات يعني رح ياثر كثير على حزب الله، كتار العقوبات الحصار. وهلا كمان ما بننسى انه في ضربات الصاروخيه، لهب الضربات الصاروخيه اللي عم تضرب ايران ومواقع حزب الله بسوريا وببعض مواقع الحزب او مواقع الميليشيات المواليه لايران بالعراق، وهالشيء اثبت فعاليه يعني حتى انه بلبنان يعني حزب الله يعني صامت صمت الكبور رغم كل الضربات اللي عم يتلقاها من اسرائيل، لانه عارف انه هو هلا تحت المجهر وبعين العاصفه. بمجرد انه حزب الله او ايران تفكر انه يوجهوا اي سلاح او اي صواريخ لاسرائيل، رح يردوا عليه الإسرائيلي والأمريكان بقوة، يعني أنه ما تخليه بقى أنه يطلع صوته على المدى الطويل ويمكن نهائه كمان. هذا على مستوى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني. من ناحية أخرى، صحيفة وول ستريت جورنال في تعليقها على الخطوات الأمريكية وصفت ما تقوم به واشنطن بأنه محاولة لتهميش ميليشيا حزب الله في لبنان. هل برأيك تستطيع المكونات السياسية اللبنانية أو هي قادرة أساساً على الاستفادة من هذه الخطوة أو من هذا المشهد الذي يحصل الآن وعلى محاولة الضغط أو تشكيل حكومة أو ما إلى ذلك على حزب الله؟ للأسف أستاذ الكريم، أنا بعتقد أنه كل المكونات السياسية الحاكمة بالبلد بتخضع لحزب الله ولسلاح حزب الله، وهي يمكن كمان من تحت الطاولة تنسق معه وكمان بحلف واحد معه. أظن كل المكونات السياسية إلا يمكن حزب الكتائب والقوات الحزبين المسيحيين، يعني هولي أنا يعني ما بقول إنه هولي مع حزب الله، إنما بشكل عام أنا ما بعتقد إنه الأركان السياسي بلبنان ممكن يحاولوا يعملوا شيء ضد حزب الله، لأنه حزب الله مسيطر على البلد سيطرة تامة.
بسلاحه مسيطر على البلد، يعني انه امنيا وعسكريا وقضائيا، وحتى بايده هو حزب الله هو اللي بيصنع الرؤساء في لبنان نعم عبر الترهيب والتخويف عبر السلاح، سلاحه اللاشرعي هو اللي بيصنع الرؤساء، وبالتالي الرؤساء اللبنانيين هن اللي بيصنعوا الوزراء، وزراءهم طبعا رح يكونوا انه بيرجعوا لهم الرؤساء، هن مرجعية الوزراء اللي وزروهم، نعم والرؤساء بيخضعوا لحزب الله. يعني هل تعتقد أستاذ فرانكو من جانب آخر أنه كلما زاد التضييق والخناق على حزب الله خارجيا ازدادت السيطرة الفعلية على أرض الواقع في لبنان؟ أنا بصراحة ما بعتقد هالشيء، أنا بقول إنه إذا استمر الحصار المطبق على حزب الله أكيد رح يصير شيء، الشعب رح يقوم، لأنه الشعب ما بقى يتحمل، وبيد حزب الله نعم كمان ما بقى تتحمل. حزب الله هلا مسيطر هيك هيك على الدولة اللبنانية، فما حيأثر شيء، ما حيسيطر أكثر من هيك، يعني شو بده يقتل العالم؟ لا، حزب الله هلا هو اللي مسيطر على الأرض، مسيطر على كل شيء مثل ما قلت، قضائيا وعسكريا وامنيا، وبالتالي ما حيتغير اي شيء بالمشهد الاجتماعي او المعيشي على اللبنانيين، بالعكس يمكن هذا الشيء يحرر اللبنانيين من قبضه حزب الله، لانه ساعتها العالم رح ينزلوا على الطرقات ورح يطالبوا يعني بلقمه الجوع، واكيد الجوع كافر وما نعم. حدا بيقدر طيب يسيطر على سيد الجوع فرانكو، ساعتها. يبدو أن أمريكا كما هو معروف تستخدم كثير من الأساليب، ومنها المصرف المركزي اللبناني ورقة جديدة في ملف الضغط وتضييق الخناق على حزب الله من أجل تهميشه. في المقابل حزب الله خطأ خطوة للأمام من خلال إنشاء نظام مصرفي خاص به ونشر ماكينات الصرف الآلي الخاصة به في لبنان. برأيك هل لهذه الخطوة معنى ما؟ يعني حزب الله بهذه الخطوة عم بيحاول يظهر لجمهوره انه هو لا يعبأ بالعقوبات المالية والحصار الاقتصادي اللي فرضته عليه واشنطن، بس هيدا اكيد شيء يعني انه جمهوره بيعرف هالشيء، انه ما حيقدر يكفي بالنهاية، لانه اكيد هو يعني كل تجارته وكل عقاراته اللي كان يشتغل فيها بكندا وتجارة المخدرات وتوصيل الأموال كلها عم توقفها واشنطن وعم تحاصرها. فحزب الله اللي ونحن كلياتنا بنعرف اللي ما بينبع بيخلص بالنهاية، في حدود لهيدا اللي عم يعملها. هيدي أنا بعتقد بس إنه نوزع مكانات سحب المصاري على نعم مناطقه فقط ليشد همة الجمهور اللي عنده، ليعطيهم ثقة بالنفس مش أكثر، إنما أنا بعتقد إنه هيدي كمان إلى نهاية. نعم أشكرك جزيلا سيد فرانكو عبد القادر الناشط السياسي اللبناني عبر سكايب من زيورخ بسويسرا، شكرا لك.